حاملو المشاريع وأصحاب المؤسسات والمتعاملون الاقتصاديون من أبناء جاليتنا بالمهجر، فتحت لهم الجزائر فرص الاستثمار وتسهيلات كبيرة بتوجيهات وحرص كبير من السيد الرئيس لإشراك أبناء الجالية في المسار التنموي الذي تواصله الجزائر. جاءوا بقوة الجالية تاعنا في الخارج اللي يحبوا ثاني يعني يعاونوا يعني هذوما أصحاب المشاريع وحتى يفون انفيستير دون لي سوسيتي هذوما و ان ميم طون سورتو لو بارطاج يعني ديكسبيريونس تبادل الاراء. Aujourd'hui la communauté établie à l'étranger ressent le اليوم الجالية الوطنية بالخارج تشعر بهذا الاهتمام من قبل السلطات العليا في البلاد، ونتمنى الانخراط في هذه الديناميكية ونسعى إلى تعزيز قنوات التواصل ومد جسور التعاون بين الجالية وبين مختلف المواهب الموجودة بأرض الوطن خدمة للجزائر. الأولوية أعطيت أيضاً لمرافقة كل من يحمل أفكار الابتكار والإبداع. لقينا فرص أخرى لإنشاء علاقات مع رجال الأعمال، مع مؤسسات، مع وإن شاء الله ما زال كاين أمل باش نأسسوا علاقات هذه اللي تفيدنا في المستقبل. كانت الفكرة تاع الكرياس تساعد الشباب هذا المتخرجين ان يديروا البروجي تاعهم يوصل بعيد، باسكو حنا دروك كامل الشباب عندهم افكار. كجمعيه نرغب ان نعطي الفرصة للشباب الجزائريين أن يقدمون لنا المشروعات تاعهم، هكذا نحن نتمكن من مساعدتهم من فضل تجربتنا في الخارج. Donc il y a eu des super échanges, des très bonnes questions. كانت لدينا فرصة جيدة لتبادل الآراء والأفكار البناءة والاستماع للانشغالات، والهدف طبعا هو استمرار التواصل، كما أن هناك منصة رقمية سوف تنطلق لتسهيل التنسيق بين أبناء الجالية وإخواننا في الوطن الأم. الجزائر بلد جميل، هناك كفاءات ومواهب وفرص كثيرة للاستثمار. نحن أبناء الجالية نؤمن بالجزائر وقدراتها ونطمح إلى تحقيق مشاريع نصل بها إلى السوق الجزائرية. تحفيز الشباب على ولوج عالم الأعمال والاستثمار ومشاركة التجارب الإيجابية لإنتاج الثروة دعما للاقتصاد الوطني وتنويع صادراته خارج المحروقات الغاية من هذه التظاهرات.